نيجي ندرس دماغ المرأة من ناحية نفسية واجتماعية من جميع النواحي دقيق جدا على التفاصيل. هذه الأدوار بتيجي من التنشئة الاجتماعية، في بعض الأدوار تمنح للرجل، في بعض الأدوار تمنح للمرأة. احنا اليوم في ورشه، خلينا نقول جلسه حواريه هي وليست تدريبيه، من مع القيادات الحزبيه والمراه والشباب العاملين في منخرطين في الاحزاب، هدفه تمكين المراه في المواقع القياديه في الحياه الحزبيه. بدنا نتحدث عن مساواه، بدنا نتحدث عن عمل بالنوع الاجتماعي، معناته رح نلغي الكوتا، معناته رح نلغي اجازه الامومه 3 شهور، معناته احنا قلصنا من مشاركه المراه السياسيه وقلصنا من مشاركتها في سوق العمل. انه لما اي مؤسسه تفكر جندر مينستريمينج انها تكون على جميع المستويات، انها تكون بالاستراتيجيات والسياسات جندر، يعني استراتيجيز بوليسيز، وكمان بالبرامج تعلمها. في اللقاء المرة هاي لاحظت انه الامر حواري اكثر ونقاش اكبر، فبالتالي في تبادل خبرات اكبر، في مساحة لابداء الرأي اكثر. من المهم جدا توحيد الخطاب والوصول الى رسائل اعلامية قادرة على ايصال الفكرة واهمية الانخراط في الحياة الحزبية لتصل جميع المواطنات والشباب الاردنيين للانخراط ودعوتهم للانخراط في الحياة الحزبية والحياة السياسية في الأردن. أثرت قضية بأنه المشاركة الاقتصادية للمرأة هي جداً متدنية 15%، والوضع الاقتصادي بشكل عام هنالك تحدي كبير لا غير مخفي على أحد، فبالتالي إحنا ما ممكن إن نتحدى أو نتخطى هذا التحدي بأنه فقط إعطاء بدل مواصلات على سبيل المثال حتى تتمكن المرأة من حضور ورشات، لأنه هذا مش تمكين. وإحنا رح نركز على القضية الأساسية اللي هي زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. اليوم حكينا في الورش، وهذا اللي كمان بالحلقات النقاشية توصلنا إنه نسبة المشاركة في العمل الحزبي بالأردن منخفضة أو متدنية مقارنة بالدول المجاورة ودول أوروبا، وهذا بصعب المهمة بصراحة إنه إحنا نخلي الشباب والنساء يدخلوا في الحياة السياسية والحياة العامة. فعشان هيك إحنا اجتمعنا وحكينا إنه لازم نطلع برسائل فعلاً تشجع هدول الشباب والنساء سواء ذكور أو إناث إنهم يكونوا موجودين في العمل الحزبي وصوتهم يكون مسموع ويكونوا جزء من منظومة الإصلاح في الحياة العامة والحياة السياسية والعمل الحزبي بشكل خاص.